رمضان أهلا مرحبا رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. من أكثر الأسئلة التي ترد وتتكرر في رمضان حكم تقبيل الزوجة للصائم أو المداعبة ومقدمات الجماع. أولا الحكم العام أن هذا جائز ولا يؤثر على صحة الصوم، لحديث أم المؤمنين عائشة الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرمه، يعني أملككم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وهنا بقى التفريع لا سيما الشباب وحديثي العهد بالزواج، نصيحتي لهم لا تدخلوا في هذا الباب، لأنه سيبدأ بالجواز وينتهي بالوقوع في الحرمة ويبقى عليك القضاء والكفارة. فالشباب والناس اللي هم في مقتبل العمر الأمر قد يتطور معهم فيقعوا في إفساد الصوم، لكن الكبار تقدم به السن لا بأس ما دام يملك نفسه. طبعا أنه كبير في السن ولا يملك نفسه أيضا يمنع عليه ذلك، فالإنسان أدرى بنفسه وهو الذي يفتي نفسه في هذا. أما الشباب وحديث العهد بالزواج فنصيحتي لهم أن يبتعدوا عن المداعبة أو مقدمات الجماع أو التقبيل في نهار رمضان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.